كلنا بنعرف انه حالات الطلاق عم بتزيد بالوطن العربي بشكل يومي، واخر الاحصاءات بتقول انه بسنه 2016 هيا بالسعوديه وصل عدد الطلاق لل 188 حاله يوميا، اما بمصر فارتفعت النسبه من 7% لل 40%، وطبعا هالارتفاع شيء مخيف يعني. طبعا، بس احنا دحين هذه الايام نحس انه الطلاق زي ما بنشوفه في المجتمع بطل يصير تابو او بطل يصير شيء غريب. مزبوط. صار في كثير طلاقات، وكمان في كثير حالات يكونوا متفقين او يعني يكونوا عن اتفاق ومبسوطين يعني. مزبوط، بس حتى لو تم الطلاق عن اتفاق الا ما يكون في عواقب واثار سلبيه، خاصه اذا كان في اطفال بالموضوع. اكيد اكيد مزبوط، بس بالرغم من هذه الاثار السلبيه اللي بتصير على الاطفال وبالرغم من كل هذه الاشياء برضه بيصير الطلاق. اكيد، ولهيك نحن خصصنا هالفقره للحديث اكثر عن هالموضوع، وبتنضم لنا بالاستوديو اخصائيه علم النفس كالين عزار. كالين، خلينا نحكي عن الخطوات الاولى يلي بتتم للطلاق، كيف ممكن تتم باكثر طريقه صحيه اذا صح القول؟ نحن رح نمشي من نقطة انطلاق أن الطلاق جد، وأنه في عنا أمور قانونية صدرت، وأنه الأولاد معهم خبر أنه ما في رجعة عن الموضوع. هيدا بيكون أهم نقطة لنقدر نحن نفسر لهم أنه هيدا مرحلة جديدة نقطة عليها. وتاني نقطة هي التغيير، لأنه وقت يصير في أمور قانونية، وقت في مثل هيكل نحط للأم وللأب ومجبورين يتبعوا، الولد هون بيعرف أنه نحن بمرحلة جديدة تم فيها انفصال تام، وهو كتير مهم ليقدروا هن يكفوا حياتهم مع أحد الوالدين أو أحد الطرفين. طب خلينا نوضح إيش هو أكثر عمر للأطفال بيتأثروا فيه بالطلاق؟ هذا السؤال دائما بيسألوه، والمشكلة أنه كل الأعمار بيتأثروا فيها، لأنه الطلاق هو عبارة عن خسارة العائلة. يعني شو ما كان عمر الولد، وخاصة إذا كان بعمر صغير، لأنه بيكون هو لإله صورة العائلة هي القوة، هي الأمان، هي أنه يكونوا مجتمعين، هذا شيء بده يخسره. وكل ما رح يطلع على أصدقائه بالمدرسة أو قرايبينه رح يشوف أنه هن بيمتلكوا شيء هو ما بقى عنده إياه، بقى بيحمله كل حياته وبيتأثر فيه. بس هون العمل مع الأهل بعدين أنه يشتغلوا على ما يزيدوا على هالتأثير أمور سلبية. حتى لو كان عمر الطفل يعني قبل ما يوعى على الدنيا أو يوعى على المحيط وعلى أهله وعلى عائلته، يعني رح نعتبر تحت الست سنين، بيتذكر أشياء، ما بيتذكر كيف جرت الأمور، بس بيوعى على فكرة غياب أحد الوالدين، أو على فكرة أنه ينمى بمنزل أو بحضانة أو بطريقة تربية بتخص فرد مش فردين، مش طرفين، وهيدا ما بينسي. يعني هذا بيكون مترسخ باللاوعي، وبعدين بيصير نتيجة حياة يومية هو بده يتحمل عواقبها ونتيجها السلبية على حياته الشخصية وعلى عواطفه ومشاعره. طيب ممكن تقولي لنا برضو بعض النصائح اللي هي نقدر نعطيها للأهالي عشان يعرفوا كيف يتعاملوا مع أطفالهم وكيف يتصرفوا في الفترة اللي هي بعد الطلاق أو اللي هو في فترة الطلاق؟ فينا نعد كم أمر هيك كتير مهم بيطبقوا على عدة حالات طلاق. أول واحدة هي احترام خصوصية الولد. يعني إذا نحن الولد عنده حياة اجتماعية أو أولادنا عندهم حياة اجتماعية، منلتقى مع غير أهل، نقدر ما كتير نحكي عن حياتنا الشخصية أو أمورنا، أو ندخل حياتنا الشخصية. يعني إذا نحن انفصلنا، تعرفنا على شخص، في شيء مثلا تزوجنا مرة تانية، إنه هالأشخاص يلي هن ما بيدخلوا بدائرة المدرسة أو بدائرة خصوصية حياة الولد ما يكونوا متواجدين بهالمكان، من الضروري إنه هالولد يعرف إنه هيدا المكان الوحيد يلي بعده لإله، ويلي هو بيمتلك فيه مكان مع أصدقائه، ويكون هو مرتاح فيه، ما بعد نزعجه أو نزد له القلق أو الضغط النفسي لأنه ما لح يعرف شو بده يصير إذا أصحابه عرفوا أو إذا أهله عرفوا. شغلة تانية، يكون في تناسق بين الأهل بكتير نضوج بالنسبة لمين منخبر. يعني ما فيها المدرسة تعرف، الأهل ما يعرفوا، تبع الأصحاب، الأصحاب يعرفوا، يعني يا كلهم بيعرفوا يا كلهم ما بيعرفوا. الإدارة مهم تعرف، إدارة المدرسة خاصة إذا نحن بدنا نحضن الولد، بس مش ضروري تعرف إذا نحن بس بدنا نروح نخبر عن الشخص شريك حياتنا القديم، إنه أمور ما بتخص تربية الولد، تصرفاته أو دروسه.
يعني بدنا نسأل حالنا هالسؤال، هل المعلومة اللي نحن بدنا نشاركها بتخص الولد بتفيده أو لا؟ إذا ما بتفيده فينا نتخلص منها. هيدا طريقة كتير هيك عملية للأهل. ثالث شيء، لأنه الولد بيكون عم بيقضي كتير وقت مع أمه أو كتير وقت مع بيه أو العكس، تمام، نقدر نحن نشتغل على أهمية الوقت القصير بمفعول كبير. يعني نحن إذا عنا ساعة ساعتين ليلة نهار، نقدر نحن عن جد نكرس وقت لهالولد أو لهالولاد، نقسم وقتنا، ما نكون كتير على التليفون أو مشغولين بشغلنا. يعني يكون الوقت اللي بدنا نلجأ فيه للولاد يكون للولد، مش لنحن شو نحن عبيننا نعمل معه. نعود له فترة الغياب يعني قد ما فينا، قد ما فينا. وأهم شيء يتذكروا هالشريكين يلي كانوا شركاء حياة، إنه كل يوم هذا الشخص اللي بوجهن يلي منه بقى شريكهم موجود بحياتهم. يعني إنه إذا بدنا هذا الشيء أو ما بدنا إياه، كل يوم بده يكون في، مش كل يوم نحكي، بس في تواصل، لأن في ولاد بدأ. يعني هذا أمر ما فينا نلغيه. كل ما بأسرع وقت بيتقبلوا هيدي الفكرة، كل ما حياة اليومية تبع الولد بتكون أروق. هيدا تما نحكي عن التأثيرات السلبية. يعني هون نكون عملنا مثل نوع من حياة يومية سليمة، إذا فينا أحكي بهالكلمة، لنقدر نحنا نخلي الولد هو يتخبط مع حاله ويعيش هالخسارة، مش نزيد عليه هدول المشاكل يلي هن ما بتخصها أبدا. نحن بنشكرك كارين عزالة وجودك معنا اليوم. والطلاق طبعا بس بده يصير، ما في مهرب منه، لكن نتمنى أنه يكون بأقل ضرر على الأهل، على الطرفين، وكمان على الأطفال.